خبر ولنا النهارده نزولك في اليوم زي ده. كان وجودي في التحرير بين الناس هو اقل حاجه اعملها، كان نفسي اكون في السويس بس للاسف ما كانش في دعوات كفايه. كان عندي هاجس بانه ازاي اقدر اعبر عن فرحتي وعن فخري بس باللي عملوه المصريين، عملوها الوحوش. رئيسنا السيسي زعيم الامه ما عادش رئيس جمهوريه، بقى زعيم اكتسب قلبنا ومحبتنا واحترامنا، ومجرد حتى لو ما طلبش مننا ننزل، مجرد يعمل اي حاجه بيلاقينا كلنا في ظهره. اهو بصي شايفه الناس دي كلها. قولي لنا بقى، تقولي ايه المصريين اللي ما نزلوش النهارده؟ والله اللي ما نزلوش النهارده هم اللي خسرانين، خسروا فرحه انك تتفاعلي بحدث ما بيتكررش في العمر غير مره، ده حدث مهم جدا. 1856 ثلاث مرات ناس فكرت في انها تعمل قناه السويس. اول مره كان عمر بن الخطاب رقم واحد فكر في الحكايه دي. ثاني مره كان نابليون على ما اعتقد. الثالث كان ديليسيبس اللي عمل القناه. ابتداها بالتفكير 1856، قعدوا 10 سنين لغايه ما 1956 قدروا عملوها. صحيح احنا عاملين قناه ليست بوسع القناه الاولانيه بس تتعمل بوقت قياسي. انت عارفه احنا في ايد مصر ايه دلوقتي؟ في ايد مصر مفتاح البحر، لانك انت عشان تيجي من اوروبا للشرق بدل ما تلف كل افريقيا تيجي عبر القناه دي. ده انجاز عظيم، تحيا مصر، مبروك علينا، ربنا يحميك يا سيسي، قلبنا معاك واحنا كلنا معاك اهو.